أكبر لله الحمد، الله أكبر كبيرا، الله أكبر، الله أكبر. تدمير طائرة مروحية في مطار تفتناز، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. لواء داود صقور الشام، تدمير طائرة مروحية في مطار تفتناز، الله أكبر، الله أكبر، لك الحمد يا رب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. انظروا يا أخوان، الله أكبر، الله أكبر. طائرة مروحية كانت تريد الهبوط في مطار تفتناز واستطعنا تدميرها بإذن الله تعالى، الحمد لله. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر. 8/1/2013 تدمير طائرة مروحية في مطار تفتناز، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، 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 الله أكبر. ما هذا؟ الله أكبر، الله أكبر. تدمير طائرة أخرى، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. صقور الشام لواء داود، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب، يا رب لك الحمد يا الله، الله أكبر. لم يبقى لها أثر، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر ولله الحمد. هذه هي طائرات الأسد تحترق، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تدمير طائرة مروحية في مطار تفتناز كانت تريد الهبوط في المطار، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر. لواء داود صقور الشام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.